معارك صغيرة على أكثر من جبهة في الطريق إلى صنعاء، تكتيك جديد ربما اختارته قيادة الجيش الوطني والمقاومة للابتعاد عن ضغوطات المسار السياسي والقوى الدولية التي لا تزال تضع خطوطا حمراء أمام عملية عسكرية كبرى تستهدف الوصول إلى العاصمة صنعاء وإسقاط سلطة الانقلابيين هناك. جبهة طويلة تمتد من صرواح إلى الجوف مرورا بالجبهة الأكبر نهم، عادت إليها المعارك وتحقق فيها قوات الشرعية تقدما ملحوظا وإن كان بطيئا. صرواح التي بقيت طوال عام ونصف من الحرب تحت سيطرة الميليشيا باتت على موعد مع التحرير بعد سيطرة قوات الجيش والمقاومة على عدد من المناطق الاستراتيجية واقترابها من مركز المديرية الذي يؤكد القادة الميدانيون أن دخوله بات وشيكا، ومن هناك يفتح طريق آخر إلى العاصمة عبر البوابة الجنوبية الشرقية بموازاة جبهة نهم. مدفعية الشرعية المتمركزة على البوابة الشرقية للعاصمة باتت قذائفها تصل إلى مديرية بني حشيش. مصادر عسكرية أكدت أن المدفعية استهدفت للمرة الأولى مواقع ميليشيا الحوثي والمخلوع في رأس نقيل شجاع ونقيل الكناه ومواقع في محيط جبل صرع بالشرفة في بني حشيش، وهي إشارة إلى أن صنعاء باتت أقرب من أي وقت مضى. إلى الشمال حيث تدور معارك عنيفة في مديرية الغيل كبرى حواضن ميليشيا الحوثي في الجوف ومركز عملياتها هناك، وفيها سيطرت قوات الجيش والمقاومة على منطقتي الباحث ونوبة الهندي، فيما لا تزال المواجهات مستمرة والتقدم يمضي باتجاه مركز المديرية. تأتي هذه العمليات العسكرية المتوازية في ظل تعثر الحل السياسي وفشل كل الجهود الأممية في دفع عملية السلام، مع استمرار تعنت الميليشيا ورفضها كل مقترحات الحل المطروحة.